وزير التربية والتعليم يعلن عن طريقة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وبشرى سارة للطلاب في توزيع الدرجات على الأسئلة في الورقة الامتحانية. ماذا قال وزير التربية والتعليم وكيف سيتم توزيع الدرجات؟ هذا ما نوضحه لحضراتكم بالتفصيل من خلال تغطيتنا الآن. عقد دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 اجتماعاً مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات. أيضاً تم تناول سلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 و2024، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ يوم 10 من يونيو المقبل. وحضر الاجتماع دكتور أحمد ظاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، وأيضا الدكتورة أحلام الباز أستاذة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة. الدكتور رضا حجازي أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لحسن سير الامتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وذلك في ضوء عدد الطلاب الذي يقرب من 800 ألف طالب، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، وأيضا الاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. وزير التعليم أيضا أضاف أنه سيتم سحب امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملا. كما أكد على أنه سيتم كما حدث في العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 عن طريق البابل شيت إلكترونياً، وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم. وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملاً. كما أضاف أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط. وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لهذا العام بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية وتفاديها هذا العام. كما شدد الوزير على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان الامتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وأيضا تم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان. أيضا يمنع استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وأخيرا بالنسبة لمواصفات ورقة الامتحانات للثانوية العامة، أيضا يتم حساب من أسئلة الورقة 85% يتم اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مدى، وتكون 30% من الأسئلة المستويات العقلية البسيطة، 40% من الأسئلة تكون للمستويات العقلية المتوسطة، و 30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا. كما يتم الالتزام بدقة صياغة الأسئلة وفقاً لقواعد صياغة الأسئلة الصحيحة. أيضاً عدد الأسئلة في كل مادة بالنسبة لمادة اللغة العربية يكون مجموع درجتها
80 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالا مجموع 70 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالا. أما بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، فيكون مجموع درجاتها 50 درجة، فيبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصصة لها 8 درجات، والموضوع 34 سؤالا مخصص لها 42 درجة. مشاهدينا، بذلك نكون قد عرضنا لحضراتكم آخر المستجدات الخاصة بأسئلة الامتحانات للثانوية العامة، وأيضا آخر تصريحات الدكتور رضا حجازي. نشكركم على حسن المتابعة، وما زلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، وإلى اللقاء.